تصويت على مشروع قرار عربي يطالب بوقف الأعمال القتالية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية. ما مشكلة الجانب الأمريكي في دعم هذا القرار؟ تحياتي لكم مشاهدين جميعا. مرحبا. في الحقيقة أن الموضوع يبدو أقرب ما يمكن لأن يكون هناك توافق في مجلس الأمن على إصدار قرار بوقف إطلاق النار بموافقة أمريكية، هذا ما يبدو عليه الحال، ولكن لدى الولايات الأمريكية تحفظات معينة جديدة حول نص القرار. يعني حدثت هناك خلافات متكررة حول نص القرار لكي توافق الولايات المتحدة عليه، هناك تفاصيل تهمها كما ذكرت، ولكن عندما سمعنا كلمة المندوب العام المندوب الدائم للولايات المتحدة أو من ينوب عنه في مجلس الأمن وجدنا أن هناك تغير في اللهجة، وكأنه يريد أن يقول أننا قد قدمنا كل الإدانات التي يجب أن تلحق بالهجوم، قدمنا كل الدعم لإسرائيل، هذا ما استشعرته من وراء السطور، وأن الآن لإبرام هدنة معينة إنسانية. يبدو أن هناك توجه أمريكي، لكن خلافات حول التفاصيل تكررت وتغيرت، وحتى النسخة الأخيرة المتوافق عليها استرجعت الولايات المتحدة يبدو بعض النقاط التي تريد إعادة صياغتها. أعتقد أن الأمر قد يكون بين الإدارة الأمريكية والإدارة الإسرائيلية، لأن إسرائيل تعلم أن أمريكا على وشك أن توافق على نص هذا القرار الذي يمكن أن يصدر في أي وقت وإن تم إرجاء التصويت عليه اليوم الغد، ولكن على الأغلب أنه سيحظى بقبول وموافقة الإدارة الأمريكية إلا أو أن تمتنع عن التصويت. في كلتا الحالتين يمكن أن يمرر القرار. أعتقد أن هناك قلق حول موضوع الرهائن، لأنه إذا تم وقف إطلاق النار ولم يتم إطلاق سراح الرهائن المحتجزين فإن ذلك يشكل موقفا يعني غير مشجع لإسرائيل لأن تعتد بالنصر. لا بد لإسرائيل أن تجد أن رهائنها وكذلك الولايات المتحدة كل رهائن قد تم تحريرهم لكي تقول أن وقف إطلاق النار هذا قد تكلل بنص إسرائيلي. أعتقد أن هذه قد تكون مشكلة ضمنية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، فيما إذا يجب أن تتم الموافقة على وقف إطلاق النار سواء لأسباب إنسانية أو تمهيدا لوقف إطلاق نار دائم ما لم تتم إعادة الرهائن من قبل حماس. سمعنا قبل قليل تصريحا من حماس يقول أن حماس غير مستعدة لأي مفاوضات ما لم يتم وقف إطلاق النار. يعني في هذه الحالة ستكون المواضيع كالبيضة والدجاجة، من يسبق أولا بأن يبادر بتوفير الشروط المطلوبة لتحقيق الأمن أو السلام حاليا المؤقت في غزة. طيب، حسب ما أفهم منك ربما أنه البعض أيضا يربط عدم قبول الولايات المتحدة الأمريكية بوقف إطلاق النار أو هذا التردد ربما خشية أن يضعف الموقف الإسرائيلي في عملية التفاوض بشأن الأسرى، هذا ما فهمت منك سيدة نادين، أليس كذلك؟ قد يكون ذلك خلف الكواليس جاريا نعم، ولكن قد تكون هناك مفاجآت أخرى. يعني أعتقد أنه ستكون مفاجأة إن تم التوافق على وقف دائم لإطلاق النار بدون إطلاق سراح رهائن، قد تكون مفاجأة يعني نتمنى ذلك، ولكن في المنطق الإسرائيلي وفي المنطق الأمريكي يجب أن تكون هناك على الأقل بند أو يعني فقرة معينة، بند معين يلزم حماس بإطلاق سراح رهائن كي يتم إطلاق يعني وقف إطلاق النار سواء لأسباب إنسانية. هذا تخمين، يعني لا نستطيع أن نجزم بذلك، ولكن الصورة المتكاملة عندما ننظر إليها بشكل عام توحي بهذا الأمر. ولكن تردد هذا يعني في تأييد القرار ألا يجعل الولايات المتحدة الأمريكية وكأنها شريكة في الانتهاكات الإسرائيلية التي تحدث في قطاع غزة؟ هذا ليس الفيتو الأول، أو يعني طبعا نحن ما زلنا ننتظر إن كان سيكون فيتو أو امتناع وما إلى ذلك، ولكن التردد تكرار مثل هذه الفيتوهات ألا يجعل الولايات المتحدة الأمريكية وكأنها شريكة في الانتهاكات الإسرائيلية التي تحدث في قطاع غزة؟ كما ذكرت لك وردت في كلمة السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة بأن الولايات المتحدة تؤيد وقف إطلاق نار إنساني لتمرير المساعدات الإنسانية، وهذا بناء على دعم مسبق لإسرائيل وأنها التجاوزات أو انتهاكات الإسرائيلية كانت كثيرة، هذا ما أشار إليه المندوب البريطاني أيضا. فهناك توجه أمريكي لوقف إطلاق النار، ولكن العرقلة الأخيرة
يعني كان يجب أن يكون هناك تصويت اليوم، لم يتم هذا التصويت ورجئ إلى يوم غد. أعتقد أن هذه العقلة الأخيرة تختص بهذه الجزئية، ولكن الولايات المتحدة تريد وقف إطلاق النار وليست ولا تؤيد إسرائيل في قتلها للمدنيين. وكثيرا ما قدمت التوجيهات لإسرائيل وزارة بلينكن الشرق الأوسط وإسرائيل تحديدا عدة مرات، وأوصل رسالته الواضحة، واعترضت الولايات المتحدة على عدم تأييد أو انصياع إسرائيل لهذه التوجيهات التي تقدمها للولايات المتحدة إسرائيل بالتوخي في عدم توجب عدم إسقاط يعني أو قتل المدنيين، ويجب سلوك سياسة معينة في الحرب سواء كانت قنابل ذكية أو إجراءات جراحية لكي تقلل من استهداف الضحايا، بالإضافة إلى دعم إدخال مساعدات، كما رحبت أيضا بفتح معبر آخر لإيصال مساعدات إلى غزة. هذا يعني رحبت به لأن إسرائيل قامت بذلك مؤخرا، فهي ليست شريكة في الحرب، إنما الموقف الأمريكي بشكل عام وتأييده لإسرائيل بدأ وكأنه يشارك إسرائيل في يعني طيب. هذه الحرب على غزة، ولكن يعود السبب إلى أن الولايات المتحدة تعتقد أن حماس هي من بدأت هذه الحرب، وهي من تستطيع أن تنهي هذه الحرب فيما إذا أعادت الرهائن المخطوفين. طيب سيدة نادين، إذا ما ذهبت الولايات المتحدة الأمريكية لإرساء هدنة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات، هل هناك حديث عن مدة هذه الهدنة؟ كيف سيكون وقف إطلاق النار؟ هل نتحدث عن توقيتات محددة في اليوم؟ هل لدينا أي معلومات حول ذلك؟ أعتقد أنك تشير إلى الوقفات التكتيكية، كما كانت الهدنة السابقة لعدد ساعات في اليوم الواحد لإدخال المساعدات. أعتقد أن هذه الهدنة ترمي، يعني نحن بانتظار النص الذي سيصوت عليه مجلس الأمن غدا، ولكن من الممكن أن هذه الهدنة ترمي إلى أن تكون هدنة مؤقتة، ليست مجرد ساعات وليست وقفات تكتيكية، وإنما هدنة لإدخال المساعدات بشكل أوسع من الهدن السابقة، هي في خطوة معينة لاتخاذ خطوات أخرى بخصوص وقف إطلاق نار دائم. هذا ما أعتقد أنه قد يعني ورد في مسودات سابقة لمجلس الأمن للتصويت عليه، ولكن كيف ستأتي هذه المسودة القادمة التي هناك تعديلات جديدة عليها، وهذا ما ننتظره يوم غد. نادين ساندرز الكاتبة الصحفية كنت معنا من نيويورك. اعتبرت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن الحرب في غزة تجسد الفشل الأخلاقي للمجتمع الدولي بسبب عجزه عن إثبات قدرته على وضع حد للكارثة الإنسانية في غزة. حضت المسؤولة الدولية